اسمي لبنى خضر، مدير التسويق للأجهزة المنزلية في شركة LG Electronics الخليج العربي. اليوم رح أحكيكم عن أحدث غسالة من LG اسمها Twin Wash، أو بتقدر تسموها الغسالة المزدوجة. هي أحدث غسالة من LG ووصلت هلأ على السوق، ورح نبلش أحكيكم إيش أهم المميزات والخصائص اللي فيها. أول إشي زي ما أنتوا شايفين شكلها شوي غريب عن أي غسالة تقليدية، وهي الأولى والوحيدة بالعالم اللي بتتميز بهذا الشكل، وهي تكنولوجيا خاصة بس بLG. هون عندنا الحوض الرئيسي بيتسع لغاية 19 كيلوغرام غسيل، وكمان قدرة تنشيف لغاية 12 كيلوغرام. في عندنا هون الحوض الثانوي أو اللي بنسميه ميني ووشر، بنقدر نغسل فيه لغاية 3.5 كيلوغرام غسيل. الحلو في هدول الحوضين إنه بنقدر نستعملهم مع بعض أو بنقدر نستعملهم بشكل منفصل حسب الحاجة اللي عنا. على سبيل المثال إذا أنا عندي كمية كبيرة من الملابس بكتفي بإني أستعمل هذا الحوض. وزي ما أنتم شايفين في عنا هون لوحة التكحكم، هي عبارة عن LED بتشتغل على التاتش، وكتير سهل استعمالها، والحلو كمان إنها بالعربي وبالإنجليزي حتى تكون أسهل للناس. بالميني ووشر نفس الإشي، أو بالحوض الثانوي كمان بتشتغل عنا على التاتش، وكمان عندها هاي اللوحة المنفصلة. ليش؟ لأنه نحنا حتى نقدر حسب طبيعة حياتنا أو حسب احتياجاتنا نقدر يعني نستعمل الحوضين مع بعض أو نستعملهم بشكل منفصل. على سبيل المثال إذا أنا عندي كمية قليلة من الملابس ما في داعي أستعمل الحوض الرئيسي، بقدر أوفر من وقتي، أوفر من المي ومن استهلاك الكهرباء وأستعمل الحوض الثانوي. كمان الإشي الأحسن من هيك والممكن الأمهات يفضلوه لملابس الأطفال، لأنه دائماً بفصلوهم عن ملابس الناس الكبار، فممكن يستعملوا الحوض الثانوي، بتكون الحل الأنسب لإلهم، وكمان بيوفر عليهم كتير وقت وبضمنوا نتيجة كمان تكون أفضل. والإشي كمان الزيادة موجود بغسالة توين ووش أو الغسالة المزدوجة إنه نحنا بنسميها الغسالة الذكية، It's actually a smart washer. في عنا آب خصوصي اسمه Smart Think. هذا الآب تقدر تنزله على موبايلك وبتقدر تربط الغسالة فيه من خلال الواي فاي. على سبيل المثال إذا أنا طلعت من البيت ونسيت أستعمل الغسالة، بيسكلي بقدر عن طريق هذا الآب إني أتحكم فيها وأخليها تشتغل. والحلو كمان مش بس هيك، بقدر كمان أنا أعمل داونلود لدورة الغسيل المفضلة عندي. يعني على سبيل المثال أنا في عندي دورة دائماً بستعملها وما بدي أنسى إنه كيف أتحكم بدرجة الحرارة، بسرعة حركة الدرام، بقدر أنزلها على هذا الآب وكمان بتكون موجودة عندي هون، وبقدر أتحكم فيها. في عندي هون إشي اسمه Downloaded Cycle. So مع دورة الغسيل السريع أو Speed Wash بقدر أوفر لغاية 20 دقيقة، وهذا إشي كتير مهم، وهذا اللي بخلينا نوفر بالآخر باستهلاكنا للكهرباء وبالمي. وكمان زي ما بتلاحظوا عنا غير البرامج الموجودة هون، تقريبا عنا 13 برنامج، عنا هون زي خيارات أو Options اللي بقدر أنا أتحكم فيها حتى بسرعة حركة الحوض، السبين قد ايه بدي اياه، بدي بطيء بدي سريع، في عندي اكثر من حركه. كمان بالرنز انا كم من مره بدي تكون عمليه الشطف، ممكن لانه حسب الحاجه عندي او حسب نوعيه الملابس الموجوده انا بقدر اتحكم بهاي الامور، بالاضافه طبعا لدرجه الحراره. وكمان بحب ارجع احكي بخصوص التنشيف، لانه هاي الغساله بتنشف لغايه 12 كيلوغرام، واي ثينك بمنطقتنا عندنا هون الناس كثير بهمهم انه يكون غير الغسيل التنشيف، لانه بوجود الاحوال الجويه والغبره في ناس كثير ما عم تقدر انها تقدر تنشف بالخارج، فبالعكس نقدر نستفيد بتوين واش انه نغسل وننشف فيها. فعشان هيك زي ما انتم شايفين انا بعتبرها هي ثلاثه اجهزه بواحد، انه عندنا غسلتين وعندنا نشافه، فهي بتستغني عن اي لوندري ماشين ممكن اي عائله انها تحتاجها، خاصه العائله العصريه اللي عندهم حرق، الحياه عندهم كثير دائما الريزم تبعها كثير سريع وما عندهم كثير وقت، فهي انسب حل حتى نقدر نحن نلبي احتياجات المستهلك في الاقليم تبعنا وفي منطقتنا، ونقدم له مش بس جهاز جميل من الخارج وكثير ديزاين وكثير مودرن وكثير عصري، واي ثينك اي حدا رح يشوف توين ووش رح يوافقني الراي، كمان تكنولوجيا فيه كثير عاليه.